بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2018. تمام، هنعرفكم مجموعة الكليات تمام اللي ممكن تدخلوها بعد الثانوية اللي هي الكليات العسكرية، ومن كام والشروط ايه. أول حاجة الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان الذي يقول بقبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من طلاب الثانوية العامة. يبقى أول حاجة ثانوية عامة أو ثانوية أزهرية أو ما يعادلها، يعني ممكن ثانوية فنية صناعية تمام، أو حد عامل معادلة، كل ده ينفع تمام. من وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أركان حرب أستاذ جمال لواء جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية أشار فيه إلى الشروط، والشروط كالآتي: الكلية الحربية، الكلية الحربية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية او شهادات المعادله ليها سواء كان علمي او ادبي، يبقى الكليه الحربيه بتفرقش معاها علمي او ادبي تمام، بشرط الا يقل المجموع عن 70% والا يزيد السن في 1/11 اللي جاي ده عن 21 سنه تمام. طيب الكليه البحريه، طبعا الكليه البحريه تقبل الحاصلين على شهاده الثانويه العامه القسم العلمي شعبتي الرياضيات والعلوم، يبقى ما ينفعش بقى ادبي. الكليه البحريه عايزه رياضه وعلوم علمي يعني تمام، والطالب برضو يكون حصل على 70% واكثر، وايه في الصف الثاني الثانوي، ونفس شروط المجموع والسن، يعني لازم يكون مجموع 70 والسن ما يزيدش عن 21 سنه. الكليه الجويه تقبل على برضو شهادة أزهرية ثانوية أي حاجة علمي أدبي كله تمام، بشرط ألا يقل مجموع عن 60 وألا يزيد السن عن 22 سنة. الكلية الفنية العسكرية تقبل الحاصلين على شهادات الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط تمام، والقسم العلمي من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثر في مادتي الفيزياء والرياضيات، ركز فيزياء ورياضة ها، وألا يقل المجموع الكلي عن 92% فأكثر، وألا يزيد السن في 2018 عن 21 سنة كالعادة. كلية الدفاع الجوي، كلية الدفاع الجوي تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات فقط من شهادة الثانوية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط ألا تقل النسبة برضو عن 70 فأكثر، والمجموع الكلي بقى ما يقلش عن 85%، يبقى الدفاع الجوي عايزة 85، عايزة مجموع كبير أهو تمام، في نفس الوقت بقى السن ما يزيدش برضو عن 21 سنة. كلية الطب للقوات المسلحة، طبعا للطب خلاص يبقى شعبة علوم معروفة تمام، سواء كانت ذكور او اناث، اول مرة نجيب الاناث معانا اهو تمام. بعدين الشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط الا يقل المجموع الكلي عن 95% وسن 21 سنة تمام. الشروط بقى لسه برضو المعهد الفني للقوات المسلحة، المعهد الفني بقى معهد هو سهل، فيقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات أو العلوم، والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي، والثانوية الصناعية نظام 3 أو 5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج اللي هو مبارك كول التابع لوزارة الإنتاج الحربي اللي هي المدرسة اللي في حلوان اللي قلنا عليها، أو معهد دمبسكو تخصصات ميكانيكا وكهرباء، بس المجموع ما يقلش عن 65% ده بالنسبة للثانوية، أما الصناعي 75% ما يقلش عن كده تمام، السن كله 21، أما الناس اللي هي واخدة صناعي 5 سنوات مسموح لها يكونوا 22 سنة تمام. يقبل الطلبة الحاصلين على أعلى من الشهادات المذكور في مجالات، يعني واحد جاب أكتر من كده عادي، بس بشرط يكون هندسة وإيه وتكنولوجيا ميكانيكا كهرباء زي ما قلنا تمام، وسيراعى شرط السن برضو إيه زي ما الكليات السابقة. على أن يتم سحب ملفات القبول، القبول هنسحب ملفات بتاعته من مكتب التنسيق بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بالقاهرة اعتبارا من يوم الثلاثاء يوم 3/7 تمام، بعدين والمكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادي الفتح الاجتماعي ومعاكم اعتبارا من يوم 28/7 وأسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية اعتبارا من يوم 28/7. وتيسيرا على الطلبة سيتم إجراء الكشف الطبي بمستشفى مصطفى كامل العسكري لطلبة متقدمين من محافظة الإسكندرية والمحافظات المحيطة بها تمام. شوية شروط عامة بس تمام للقبول هنقولها مع بعض.
أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين، يعني يكون مصري مصري تمام، يعني أبا عن جد تمام، ويكون إيه مضى على حصول الطالب في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام، يعني يكون خريج السنة دي، ما يكونش مثلا بقاله كذا سنة. في نفس الوقت يكون اجتاز امتحان السنة المقيد بها بنجاح، يعني ما يكونش دور تاني ولا كده. والطلبة بتوع 2016 اللي هم هيتقدموا للكلية الجوية يكون حسن السير والسلوك، يعني يكون محترم، ما يكونش عامل مشاكل هناك ولا اتحكم عليه بعقوبة او في اي حاجة او حاجة مخلة بالشرف، تمام. وشرط مهم ان هو ما يكونش متجوز او سبق له الجواز، تمام. ان هو ما يكونش اتفصل من الكلية او المعهد العسكري قبل كده، تمام. ما يكونش برضو قد عفية من الخدمة العسكرية لو هو قدم هناك. الطول ما ينفعش الا عن 170 للذكور و160 للاناث كحد ادنى. لائق بدنيا بشروط اللياقة البدنية، ولا يجوز اعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة، يعني لو الكشف الطبي غير الا خلاص ما يجوش السنة دي، تمام. طبعا هيبقى في كشوفات كتيرة طبية. يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق، ولا يجوز اعادتها في نفس الدفعة المتقدمة. عدم اجتيازهم للاختبارات لو هو ما اجتازش الاختبارات دي، في حاجة اسمها قفزة الثقة بنجاح من ارتفاع 7.5 متر هتفطوها يعني بدون تردد ولا المرة الأولى، وفي زمن لا يزيد عن 3 ثواني من إصدار الأمر طبعا بالقفز، وأن يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية، وكذلك كشف الهيئة ده اللي هو في إيه، في واسطة بقى وفي دافع وكده، وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يجتاز اختبار العرض الطبي العام والتحاليل الطبية، وأن يجتاز الحاجات دي كلها. بالتوفيق للجميع، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.